ننتقل مشاهدينا إلى جنوب سوريا وتحديداً محافظة درعا للوقوف على الواقعين الخدمي والمعيشي بالمحافظة وآخر التطورات. معنا الزميل الصحفي فراس الأحمد اللي انضم لنا هاتفياً. أهلا وسهلا فيك فراس. يسعد أوقاتك شام وأوقاتك هدي وأوقات المشاهدين جميعاً. تحياتنا لك. بداية خلينا نتحدث عن الوضع الأمني في درعا وآخر التطورات. يعني عودي مثل ما بتعرف درعا خرجت يعني من حوالي 3 شهور من مرحلة كبيرة، هي مرحلة التسويات اللي كان لها دور كبير إلى حد ما بإعادة الاستقرار بشكل كبير بمحافظة درعا. ويعني فينا نقول أنه هاي التسويات وضعت فعليا حجر أساس بدأ عودة الأمانة التدريجية لهالمحافظة الكبيرة واللي لها امتدادات جغرافية وسياسية هامة كتير، ولو خاصة إذا ما يعني حكينا عن بعد الجغرافي بالنسبة لي أيضا ما يتعلق بقربها من الأراضي المحتلة وأيضا بالنسبة للأراضي الأردنية. بحقيقة التسويات يعني كان لها دور كبير بهذا الموضوع لجهة بدأ عودة الأمان التدريجي، استفاد كثير من أبناء المحافظة من اللي كانوا مطلوبين الجهات الأمنية أو اللي كان عليهم إشكالات أمنية سواء المتخلفين أو الطارئين من الخدمة العسكرية أو حتى كل من حمل السلاح بنهاية التسويات فعليا. وفعلا يعني كان لها دور كبير لجهة أنه بدأ الأهالي يعني يحسوا بحالة ربما خلينا نسميها الاستقرار. احنا ما فينا نحكي عن امان مطلق، يعني لحد هلا احنا نشهد كل فتره وفتره بعض اعمال الاغتيالات او الاعتداءات اللي يعني يقوم فيها بعض الخلايا، لكن هي قلت بشكل كبير حقيقه. وايضا تغيرت طبيعه هي الاغتيالات، وغالبا يعني خلال الفترات هي بعضها عم يحمل طابع ربما اثار الشخصي او الغايات الشخصيه اكثر مما هو قد يكون جانب امني يعني كما كان يحدث في الفترات السابقه. لذلك المرحله يعني المرحله الحاليه بمحافظه درعا هي فينا نسميها مرحله بدء تعافي هي المحافظه، ربما بدها جهد اكثر خلال الفترات الجايه، بدها تكاتف جهود الجميع لحتى فعلا نصل لمحافظه نحن بنطمح ان يكون حاله الامان فيها مستتب بشكل كامل. تماما فراس، اليوم وين وصلت تأهيل وإعادة ترميم البنى التحتية وتحديدا في مخيم اللاجئين بدرعا، وين وصلت اليوم؟ طبعا مثل ما بنعرف بعد ما انتهت يعني حالة الفوضى اللي كانت خلال الفترات الماضية أو الأشهر الماضية، بطبيعة الحال هذا الشيء حمل معه جهود جديدة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي وأيضا إعادة تأهيل البنى التحتية في حرب خلفت دمار كثير. وفعلا يعني بمجرد انتهاء حالة الفوضى لا سيما بمنطقة المخيم سواء مخيم الفلسطينيين أو مخيم النازحين أو أيضا منطقة درعا البلد وطريق السد وهي المناطق، بمجرد ما يعني استقرت الحالة الأمنية فيها فعلا لهاي رجعوا بشكل كبير لهاي المناطق. الدولة وبكل مؤسساتها رجعت تفعل دورها بشكل كبير. يعني أنا بذكر بالضبط يعني بأول يوم لعودة الأهالي تم إقلاع المخابز بشكل كامل في بهاي المناطق. أيضا كان في جهود كبيرة سواء من المجتمع المحلي أو الجهات الحكومية لتأهيل كل المناطق اللي كانت متعطلة بسبب هذا الموضوع. وطبيعة الحال في رغبة كبيرة كانت لدى الأهالي اللي رجع يعني رمم بيته بالحد الأدنى من ضمن المتوفر معه، لكن بدأت طبعا بشكل كبير يعني صور الحياة ترجع لهي المنطقة بشكل كبير، وهي منطقة من المناطق الهامة حقيقة واللي إلها فيها اكتظاظ سكاني كبير يعني بجنوب مدينة درعا. راس، ننتقل على الصعيد الخدمي وواقع التغذية الكهربائية في درعا وواقع التقنين. بصراحة التقنين قاسي جدا عم يكون خاصة الفترات الماضية بمحافظة درعا مدينة وريفا، يعني أحيانا هو المفترض يكون ساعتين وصل بأربع قطع لكن ما عم يصير في التزام بهذا الجانب أطلاقا حقيقة. يعني وفي هذا الشيء المشكلة موضوع الكهرباء مرتبط بكثير قصص، يعني بكل الجوانب الحياة مرتبط، بالمياه مرتبط، بالمصارف مرتبط بكثير أمور، خاصة لما نحكي عن فترة شتاء، فترة يعني فعلا بحاجة المواطن فيها أنه يكون عنده أي شيء بديل لموضوع التدفئة، فعم يصير في ضغط أيضا. هلا بطبيعة الحال هو المتعارف عليه حاليا هو 2-4 نظام التقنين، لكن هو ما في التزام فيه، فعم يصير في قطع كثير بالمحافظة وبالمدينة، يعني سواء بالمدينة أو بالريف بفترات غير منتظمة بصراحة. بطبيعة الحال احنا ما بننكر انه في جهد كبير ايضا عم تقوم فيه ورشات الكهرباء خلال هاي الفترات، خلال الفترات الماضية صار في عدة اعمال صيانة
ويعني صيانة شبكات المتوسط والمنخفض سواء بمناطق بالمولد والمسيفرة وأيضا مناطق بريف درعا الشمالي ومناطق ضمن مدينة درعا بسبب حمولات أو بسبب عواصف جوية اللي صارت أو الظروف الجوية اللي صارت. كان في جهد مستمر للأمان لورشات الكهرباء بهذا الجانب، وتم يعني بكثير من المطارح سواء تبديل دارات تحويل أو أيضا عملية رفع استطاعات بعض المحولات بسبب زيادة الاستهلاك وزيادة الأحمال على هي المحولات. في جهد كبير بهذا الموضوع، لكن يعني على ما يبدو في أمور يعني خارجة عن إرادة المحافظة، وبالتالي المصدر هو يعني الملام بهذا الموضوع. تماما. اليوم في رأس وفق تصريحات التجارة الداخلية أنه بلغت نسبة توزيع المازوت على المواطنين بنسبة 90%، ما مدى دقة النسبة؟ هلا تصريحات هي حوالي من 3 أيام تقريبا، هي بحسب ما خبرونا اليوم صارت حوالي 95% بالنسبة لكامل المحافظة. طبعا هي نسبة فينا نقول يعني قريبة وليست دقيقة، هي ليست دقيقة لأنه لا يمكن تصل نسبة ل 100% بحسب ما عرفنا نحن من المحروقات، أنه صعب تصل هي النسبة ل 100% ومستحيل بالأحرى أنه تصل بال 100%. إذا حكينا بشكل فني ما يتعلق بنظام البطاقة الذكية، لكن للأسف رغم أنه هي النسبة مرتفعة، لكن للأسف لحد هلأ في ناس بتتواصل معنا أنه لحد هلأ ما وصلنا الرسالة، لحد هلأ ما بنعرف، وخاصة من اليومين الماضيات صار في مشاكل على موضوع الرسائل. فيعني هذا الموضوع بتصوري بده إعادة دراسة يعني، وخاصة أن كلهم يعني الكمية أساسا يعني 50 لتر، لا تكفي 50 لتر يعني لا تكفي أكيد. ونحن إذا مجرد طرحنا مثال، نحن بمحافظة درعا صار لهم عم بيوزعوا 5 شهور، 5 شهور عم بيوزعوا مازوت. يعني نحن فرضنا أنه هال50 لتر احتاجت معي كجهات معنية كمحروقات 5 شهور لحتى وزعتها كدفعة أولى، يا ترى الدفعة الجاية رح تكون بالصيف إذا كان في دفعة؟ يعني فهون سؤال نحن نطرحه برسم الجهات المعنية. المواطن هلا، المواطن هلا متأمل بخمسين ثانية بصراحة، يعني الخمسين الأولى ما بتكفي، عشر أيام ما بتكفي، خصوصي مع انخفاض درجات الحرارة اليوم. تماما. فاليوم المواطن عم بيتساءل أنه يا ترى الخمسين الثانية راح أبضى يا ترى، ولا راح تروح للصيف ولا راح تنتسى. فنتمنى هذا الموضوع يكون برسم الجهات المعنية. نبقى في موضوع المشتقات النفطية، لكن على صعيد البنزين ومحطات الوقود، هل هناك مشاهد طوابير في درعا مدينة أو ريف؟ حاليا في استقرار بهذا الموضوع، كلنا بيعرف انه موضوع البطاقة بالنسبة للبنزين حل أزمة كبيرة، وموضوع الرسائل حلت أزمة كبيرة. كان في عنا ضغط من حوالي 3 شهور، هذا الشيء عم بخف بشكل تدريجي بسبب إعادة افتتاح بعض المحطات. كان في محطات مغلقة بسبب الوضع الأمني بمحيط المدينة، وبالتالي كان في ضغط على بعض المحطات الأخرى. هذا الشيء ما فينا نقول انه في ازدحام. في مشاكل بمتعلق بموضوع مازوت النخل بالنسبة للياسترافيس، هناك مطالب بهذا الموضوع أن يكون فعلا هو مشابه لنظام البطاقة الذكية أو نظام الرسائل. كثير من السائقين عم يطالبوا أن يكون هذا الموضوع أيضا مرتبط بنظام رسالة، لحتى كل يعني كل صاحب آلية له مخصصات بمازوت النقل ياخدها بشكل عادل وبدون ما يكون في أي يعني تلاعب بهذا الموضوع. تمام. خلينا نحكي أكثر عن النقل ووسائل النقل، واليوم توفرها، اليوم أي حدا حابب يسافر يطلع برا المحافظة، هاي التفاصيل حطنا بصورة الوضع في رأس. هلا لمعظم المناطق فيه موجود خطوط عاملة يعني بتلبي المواطنين خلينا نقول بنسبة 70-80%، لكن للأسف بكثير من الأحيان ما عم يصير في التزام بموضوع التسعيرة بالتنقل، وللأسف ما في عنا بدرعة ثقافة شكوى. يعني هذا الموضوع كثير بنعاني منه كصحافي، أنه بيجيك حدا بيشتكي أنه أنا هيك، طب ماشي ليش بتخاف تحكي، ليش ما هي بيقولك يا أخي ما بدي، تعرف في عرف اجتماعي بدرعة أنه لا ما بدي وحكم العشائرية والمعارف. فهذا الموضوع منعاني منه، وبالتالي هو بيقيدنا كصحافي بهذا المجال، وأيضا بيقيد الجهات المعنية بالتموين. بنعرف التموين ما فيه يشتغل، ما فيه يعمل بمبدأ الشكوى، بقيدوا الموضوع إذا ما كان في شكوى فعلا بشكل نظام. فهذا الموضوع بصراحة منعاني منه كتير بمحافظة درعا. أيضا في موضوع آخر هو أنه الخطوط العاملة بين المدينة والريف ما في آلية ضبط إلها، بالتالي نحن اليوم مثلا طلبنا لما يكون في عنا 10 أو 5 مثلا ترافيس عاملة على خط نوى، يا ترى مين بيضبط هذا الموضوع؟ مين بيضبط انه هاي الباصات انه مثلا احد العاملين على الباصات انه ما بده يشتغل اليوم،
بده مثلا يتعاقد مثلا مع روضة او مع موظفين، فبالتالي اليوم ما عاد في ان المواطن صفى هيك انه دبر راسه. بتصوري لازم يكون في ضبط لهذا الموضوع، لازم يكون في حد ادنى للسرافيس اللي ممكن تتعاقد وشو الشروط اللي ممكن تتم. هل يا ترى وضع الخط بيسمح او عدد الخطوط او عدد السرافيس المتوفره على الخط بتسمح او ما بتسمح؟ فهذا الموضوع ايضا بتصوري لازم يكون برسم الجهات المعنيه. نعم، ايضا يعني تتشابه المشكلات والظروف بعموم المحافظات السوريه، وايضا موضوع رغيف الخبز وعمل الافران وطبيعه عمل الافران، نشهد ازدحامات في عموم خلينا نقول دمشق مثالا، فايضا ما الحال في درعا على هذا الصعيد؟ هلا بدرعا لا يزال يتم العمل من بدا المعتمدين، فينا نقول ان المشكله خفت الى حد كبير خلال الفترات الماضيه بسبب يعني وجود المعتمدين خاصه بالمدينه، يعني كان في مشاكل بالمدينه خفت بشكل كبير. اليوم فينا نقول انه في ركوع، ليس مو موضوع رضا كامل عن الموضوع، لكن في حاله استقرار الى حد ما بانه الرغيف موجود يعني مؤمن. بتمر احيانا بصير في اعطال بالمخبز، بصير في يعني ممكن ياخذوا مخصصات مخبز اخر، بصير في ضغوط، لكن الى حد ما الامور ضمن المقبول قياسا بالظروف الحاليه واللي كلنا بنعرفها. فينا نقول ان الامور ضمن المقبول، في تحسن ملحوظ للامانه بموضوع رغيف الخبز خلال الاسبوع الحالي، يعني مقارنه بالاسابيع الماضيه لحتى نكون موضوعيين، في تحسن ملحوظ. يمكن المعظم خاصه هاي مدينه درعا عم يلاحظوا هذا التحسن، وبنامل انه يكون هذا الموضوع ما هو مؤقت يعني او ما هو نتيجه ظروف آنية، نعمل أنه يستمر للأمام إن شاء الله. تماما. فراس، خلينا نحكي أكثر عن حركة الأسواق بدرعا وتحديدا توفير السلع الأساسية اللي بيحتاجها كل مواطن. هل اليوم بالأسواق يتم توافر السلع؟ هلا بغالبية الأحيان يعني درعا مثل ما بنعرف محافظة زراعية، يعني اعتماد الأساسي على الزراعة. اليوم اعتماد الأسرة يعني الحورانية خلينا نحكي هو بشكل أساسي على المنتجات الزراعية اللي غالبا من المحافظة، يعني بخيار، البندورة، الباذنجان، هالمحاصيل هي اللي هي بتشكل يعني القسم الأساسي للسلة الغذائية لدى العائلة الحورانية. هاي بمعظمها متوفر، لكن في غلاء غير مبرر يعني بصراحة، يعني خاصة إذا حكينا مثلا على مستوى يعني مادة البطاطا. مادة البطاطا اليوم سعرها غالي جدا رغم أنه عم تنزرع بدرعا. يعني في كتير أمور فعلا فيها غلاء غير مبرر يعني. وطبعا المزارعين كمان لهم مباريرات اللي بتعلق بأمور المازوت، اللي بتعلق بأمور الأسمدة، اللي بتعلق بأمور العمال وجور النقل، كله عم يلعب دور. لكن بالغالب غالبية المواد الأساسية اليوم ما في عنا شح بمادة محددة، ما في عنا مواد منقطعة بالنسبة كمواد أساسية يعني ضمن 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 محافظة درعا. نعم. أخيرا لازم نطمن هيك على الوضع الصحي في درعا وموضوع وباء كورونا، وأهم خاصية خلينا نقول هي موضوع إقبال الناس على تلقي لقاح فيروس كورونا، خاصة أنه أصبح إلزامي إلى حد ما. والله شوف للأمانة يعني محافظة درعا كان إلى خلال الفترات الماضية كان في تصاعد بوتيرة الإصابات خلال الثلاث شهور الماضية، لكن من جاي صار في انخفاض بهذا المؤشر، وهذا الشيء اكيد له ارتباطات عديده وله دلالات عديده. طبعا اكيد موضوع اللقاح له اهميه كبيره، خاصه انه الى حد ما صار في يعني توجيه انه لابد انه نحن كلنا ناخذ هاللقاح، ولا سيما انه هذا اللقاح لقاح امن ومجاني ومتاح للجميع. وكان في دور لكوادر الصحه ايضا بهذا المجال من خلال الحملات اللي كانت تقوم فيها سواء بالدوائر الحكوميه او بالمناطق الصحيه سواء بالمدينة أو بالريف. ففينا نقول إنه محافظة درعا أنجزت قسم كبير حقيقة بهذا المجال، ولا زال العمل بهذا الموضوع لكن بنسبة جيدة بتصوري. في ختام حديثنا بدنا نشكرك فراس، زميل الصحفي فراس الأحمد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا كثير لك، ونتمنى أكيد السلامة لكل أهلنا بدرعا. شكرا لك شام، وشكرا لك عدي، وبالتوفيق لكم جميعا يا رب. تحياتنا لك.